الأخرة هو من لا يموت في معركة القتال فيسمى شهيد الأخرة فقط، أما شهيد الدنيا والأخرة هو يموت في معركة القتال فيعامل في الدنيا معاملة الشهيد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. والشهيد شهيد الأخرة يغسل ويكفن ويصلى عليه فيعامل في أمه، وقد يموت حينما يولد، وقد يموت حينما يصبح صبيا، وقد يظل حتى يبلغ إلى أرض العمر. الله سبحانه وتعالى قدر الآجال. السلام عليكم أمير. شكرا. أيها المشاهدون الكرام، كما عودتكم شبكة عرب الدنمارك في العاصمة الدنماركية بتسجيل وتصوير الأحداث التي تهم أبناء الجاليات بمراسلها أبو الأمين، قمنا اليوم في هذه الأثناء اليوم الثالث من سبتمبر بحضور أعداد بالمئات في الصلاة على روح كما ذكر الشيخ الشهيد الشاب علي بكر جيوسي الذي استشهد في حادث سير كانت قد ألمت به في الطريق السريع مما أدى إلى وفاته على الفور بسبب أنه حاول توقيف سيارته مع اثنين من رفاقه لمساعدة أحد السائقون كان متوقفا على جانب الطريق مما أدى إلى قدوم جيب بسرعة 200 في هذه الأثناء وقامت طبعا بدهسه وتوفى على الفور. هذا ما لدينا اليوم من هذه التغطية. رحم الله موتى المسلمين جميعا. كما ذكر الشيخ أنه من صلى على جنازة كسب الأجر وهو كراتان، والكراتان الكرات كجبل أحد كما قيل من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما كنا نحن يعني نقوم بإرساله للناس وتوعية الناس على أن يقوموا بكسب هذا الأجر بخلال دقيقة أن يصلون على موتاهم كما يعني يكسبون الأجر وهو الكرتان من الحسنات. نعم هذا ما لدينا اليوم. إن شاء الله سنتبع الكرات الثاني، أخذنا إن شاء الله بإذن الله تعالى الأجر والثواب وهو الكرات الأول وهو كجبل أحد، وإن شاء الله سنتبع لكسب أجر الثاني وهو الكرات الثاني. والحمد لله رب العالمين. هذا ما لدينا اليوم من شبكة عرب الدنمارك. أبو الأمين يقول رحم الله الفقير ورحم موتى المسلمون والمسلمات جميعا في كل مكان، من كوبنهاجن الثالث من سبتمبر 2018 الصلاة على جنازة علي بكر جيوسي 26 عاما رحمه الله.
ألف شكر. يلا أبو الوليد نراك إن شاء الله. السلام عليكم. هاي الحاج كساب، الحمد لله على سلامتك يا حاج كساب، يعني رئيس الكاف اللي هيو معنا، تهانينا يعني كل الحجاج بسلام. الحمد لله يا سيدي، بارك الله فيك. السلام عليكم. وين بدك تروح؟ على المقهى. عظم الله اجركم. ليش بعد اللي كان السلام عليكم دار قوم المؤمنون، نسأل لكم اللهم العفو والعافية والثبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم دار قوم المؤمنون، نسأل اللهم لكم العفو والعافية، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، لكم ولأرواح أمواتنا وأموات المسلمون جميعا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عليكم السلام والرحمة. شكر الله وسعيكم ورحمة موتانا وموت المسلمين جميعا. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله لك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، من الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. رحمة الله عليك يا عمي. بس أبو علاء بشوفك إن شاء الله. عظم الله أجرك. شكر الله إنا لله وإنا إليه راجعون. شبكة عرب على الدنمارك دائما تقوم بالتغطيات الهامة التي تهم أبناء الجاليات في كل مكان. يا ريت وأتمنى من كل الآلاف الموجودة في كوبنهاجن وخارج كوبنهاجن يتابعون شبكة عرب على الدنمارك وهي أرابا ديكو على الفيسبوك. طبعا هاي هم أصدقاء المتوفى بإذن الله تعالى رحمه الله، يشيعون جنازة الشاب علي بكر جيوسي في ذمة الله 26 عاما. بس خلي أربعة، بس خلي أربعة يا أخوان، خلي أربعة، خلي أربعة. صلي من اللي بعدين حاج ناصر. لو الأرض جفت يدفن غير تبوت أحسن. طيب خلاص، لو أهلي السنة الواحد يكون يعني أيها المشاهدون الكرام لصفحاتنا، كما عودناكم في كل جديد نحن في كل تغطية نبث أيضا للأخوة المشاهدون والمستمعون مواعظ، حتى يعني تكون التغطية يعني شاملة، وإن شاء الله يعني تعم الفائدة على الجميع. أنبه الأخوة بأن يتحذروا من الحسد، الحسد يقتل الأنفس، احذروا منه.
الحسد يقتل الأنفس، عين الحسود تهدم وتخرب بيوت، وأيضا تقتل وتفرق الأحبة عن بعضها البعض. من هذا المكان قال أوجه هذه التحذيرات لكل المشاهدون أن يتحذروا من الحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل أو تدخل الرجل للقبر. بمعنى يعني العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. اللهم إني أعوذ بك من شر عيون حاسدة وقلوب حاقدة ونفوس تحمل لنا ولكم الغل والحسد والحقد. اللهم آمين. هذا ما كان لدي أن أنهي هذه التغطية في هذه الجنازة التي طبعا الكل يحسد الآخر على أي عمل ناجح. نعم، على أي عمل ناجح يحسده في عمله أو في نجاحه بين المجتمع، ويحاولون يعني أن يعني يعملون على إحباط هذا النجاح. لكن كما ذكرت، نحن شبكة عرب الدنمارك لدينا مراسلون في كل مكان في أنحاء العاصمة الدنماركية وضواحيها أيضا، من رجال ونساء يبثوننا في الأخبار العاجلة. كما أني أشكر كل إنسان لديه خبر عاجل لا يرسله على الواتساب أو على صفحات الفيسبوك، لأن الناس سريع ما تنسى، يعني بنسوا أنه يعني متى هذا الخبر انتشر. ولكن أرجو من جميع من لديه أي خبر عاجل أو أي إعلان يتصل فينا تليفونيا وأيضا على الموبايل بي 26-2-99-100 26-2-99-62-102-2-0-0. أبو الأمين يعني اللي بده يعني يدعم على هذا الرقم الموبايل بي. يعني أرجو من لديه أي خبر، وأنا أنوه للجميع وأشكر كل من يتصل بي، لأنه في ناس تبعث أخبار وبعد 5 دقائق ينفون الخبر. يعني الناس تعطل عن أعمالها، الناس تعطل عن أشغالها، وأيضا يكونوا يعني في أماكن بعيدة تحضر مثلا حضور جنازة كهذه، ويكون الخبر غير صحيح. فأرجو أن يتصل يعني في التليفون على رقمي ويخبرني، وأنا بنفسي أتحمل المسؤولية وأرسل للناس على جميع الصفحات متى يعني يكون هذا الحدث حاصل. هذا ما لدي من مقبرة الإسلامية في برومبي في العاصمة الدنماركية. أبو الأمين مراسل الجاليات في كوبنهاجن يحييكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 سبتمبر 2018، ودمتم، وإلى اللقاء، ورحم الله موتى المسلمين والمسلمات جميعا. شكرا.